محمود حمد، لاعب محمود حمد هو لاعب كرة قدم مصري جنسية اسمه بالكامل محمود حمد حسن عيد، ولد 10 نوفمبر 1993 وعمره 29 عام وطوله 1.86 متر، وهو لاعب ارتكاز يلعب حاليا لصالح النادي المصري برقم 2. أما عن مسيرته الشبابية، لعب سنة 2013 لصالح النادي الإسماعيلي. أما عن مسيرته الاحترافية، سنة 2013-2017 لعب لصالح النادي الإسماعيلي، و2017-2018 لعب لصالح نادي طلائع الجيش، و2018 لعب لصالح نادي المقاولون العرب إعارة، و2018 لعب مع النادي المصري. أشكركم أعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.